يعني لا يوجد المشكل في هذا الكابل. لو وجدنا يعني أحد لمبات منطفئة مثلا 1 و8، يعني سوف يكون لدينا مشكل في الكابل، ولكن بما أن لمبات شغالة يعني لا يوجد مشكل. يعني جوج خيوط التي تشتغل فقط 5 و7، يعني 1 و2 و3 و4 و6 غير شغالة، يعني يوجد فيه المشكل، سوف أقوم بإصلاحه إن شاء الله. ويوجد هذا أيضا، توجد فيه 6 أسلاك، يعني عندما نقوم بتجربته يجب أن تشتغل 6 أسلاك على هذا الشكل كما تلاحظون. يعني اشتغل الكابل 2 و3 و4 و5 و6 و7، 1 و8 لا توجد، يعني هذا الكابل أيضا سالم. دائما شروحاتنا مع بي سي بي واي بلس. الآن يمكنك مشاركة مشروعك مع بي سي بي واي. هنا بعض مشاريع تم مشاركتها مع بي سي بي واي. هنا بعض عروض العملاء، يعني هنا بعض المشاريع التي تم مشاركتها مع الموقع بي سي بي واي. يمكنك أنت أيضا أن تقوم بمشاركة مشروعك مع بي سي بي واي، وسوف تحصل على العملاء عن كل طلب. يمكنك مشاركة مشروعك، أن تضغط هنا شارك المشاريع. هنا تضع اسم المشروع، هنا بعض يعني المعلومات، هنا تضع الصورة الخاصة بالغلاف، هنا تضع صور أخرى، هنا تضع بعض المعلومات عن مشروعك، ثم تضغط على إبداء في مشاركة. عندما تريد يعني أن تقوم بالطلب تضغط على اقتبس الآن. يعني عندما تريد أن تقوم بالطلب، يعني هنا العرض، هنا الطول، هنا عدد القطع التي تريدها، يعني هنا عدد الطبقات، وهنا السمك، وهنا تختار اللون الذي تريده للبوردة. وعندما تقوم يعني باختيار جميع المعلومات تضغط على أحسب. هذا كل شيء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا اليوم على هذا يعني التستور، يعني سوف نقوم بالشرح عليه إن شاء الله. قمت بشرائه من الإنترنت وأريد أن أشارك معكم هذا المنتوج. هو من الداخل، هذا كتاب خاص بهذا التستور، يعني جهازين، هنا مكان بور 11 وبور 45 RG، يعني يوجد فيه طريقة الاستعمال. سوف نقوم بالشرح على هذا التستور. هنا مكان السماعات، يعني عندما نريد أن نضع السماعات هي على هذا الشكل. هنا زيادة الصوت والنقصان، هنا فتح والغلق، هنا بور خاص ب RJ45، هذا أيضا على هذا الشكل، يعني هنا الزر الخاص بسكان وأوف وتيست يقوم بالغلق، هنا زر الإشارة، هنا بور خاص ب RJ11، هنا RJ45، هنا الكابلات التي سوف يعني نحتاجها لكي نقوم باستعمالها. هذه معروفة، يعني السماعات خاصة بجاك، ها هو مكان جاك هنا. الآن سوف نأتي بوضع البطاريات، تشتغل ببطارية 9 فولت مثل هذه، سوف نضعها على هذا الشكل هكذا. يعني طريقة سهلة،
نضع البطارية الثانية هنا، يعني سوف أريكم طريقة التشغيل. وهذا يسمى حساس يعني الإشارة الخاصة تأتي من هنا من هذا الجهاز، وهذا يقوم بالتحسيس في الكابل على هذا الشكل. نضعه على هذا الشكل، سوف أقوم بتشغيله ونقوم بتشغيل هذا أيضا. عندما نقوم بتقريبه يعطي صوت، سوف أقوم بخفض الصوت. مثلا نريد أن نقوم بتجربة كابل إرجي 45، نضعه في مكان إرجي 45. هنا مكتوبة إرجي 45، هنا إرجي 11. مثلا إذا لا يوجد مشكل في الكابل، سوف تشتغل هاد اللمبات من 1 حتى 8 على هذا الشكل كما تلاحظون. يعني لا يوجد المشكل في هذا الكابل. لو وجدنا يعني احد لمبات منطفئة، مثلا 1 و8، يعني سوف يكون لدينا مشكل في الكابل. ولكن بما ان لمبات شغالة يعني لا يوجد مشكل، لان هذا يوجد فيه 8 اسلاك، ويوجد هذا أيضا توجد فيه 6 أسلاك. يعني عندما نقوم بتجربته يجب أن تشتغل 6 أسلاك على هذا الشكل كما تلاحظون. يعني اشتغل الكابل 2 و3 و4 و5 و6 و7، 1 و8 لا توجد. يعني هذا الكابل أيضا سالم. وعندما نريد يعني أن نقوم بالبحث عن كابل الإشارة يعني الخاص بالطباق أو أي كابل نريد أن نعرف أين يوجد المشكل، يعني نقوم بربط السلك هنا والسلك آخر هنا، ونقوم بالبحث بهذا على هذا الشكل. عندما يعطي هذا الصوت يعني الكابل سليم. مثلا لدينا الكابل على هذا الشكل، مثلا لدينا الكابل على هذا الشكل، يعني سوف نقوم بتعريته. مثلا نريد أن نبحث يعني مثلا إذا ذهبنا يعني إلى عمارة ويوجد فيها عدة يعني كابلات، ولا نعرف يعني الكابل الذي نريد أن نقوم بتشغيل فيه يعني الطبق، سوف نبحث عنه بهذه الطريقة. يعني الطريقة سهلة يعني في الأسفل سوف نضع على هذا الشكل، هذا هنا وهذا في هذه الشعيرات، ونذهب إلى السطح ونقوم بالقياس على هذا الشكل. عندما نجد الصوت على هذا الشكل يعني الكابل هو هذاك الكابل الذي نبحث عنه، هو هذا. عندما نجد الصوت على هذا الشكل يعني طريقة سهلة جدا. هذه نتركها في الأسفل، وهذه نقوم بالبحث بها عن الكابل الذي نريده. يعني الطريقة سهلة للبحث عن الكابل كما تلاحظون. سوف أجربها أيضا في كابل كارونت 5، يعني كابل مثل هذا يوجد فيه مشكل لدي، سوف أقوم بتجربته ونرى يعني يوجد فيه المشكل. يعني عندما نقوم بتركيبه هنا وهنا أيضا، يعني عندما يوجد فيه المشكل
سوف تنطفئ بعد اللمبات هنا، سوف نرجع إن شاء الله عندما نقوم بقياسه. لدينا هذا الكابل، سوف أقوم يعني بالتست لو لكي نعرف، لأن يعني عندما أوصله لا يعطي الأنترنت، ولهذا سوف أقوم بقياسه. وضعته في RJ 45. الآن سوف نرى الجهة الأخرى، هي الجهة الأخرى من الكابل، يعني تشتغل يعني جوج خيوط التي تشتغل فقط 5 و7، يعني 1 و2 و3 و4 و6 غير شغالة، يعني يوجد فيه المشكل، سوف أقوم بإصلاحه إن شاء الله. هذا كل شيء، أتمنى أني موفق في الشرح. إذا أعجبكم الفيديو الاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.